علاء من الرياض له هذا السؤال، يقول: كيف السبيل إلى صلاح القلب وتطهيره من الغل والحسد، وما أبرز الأسباب المعينة على صلاح القلب في هذه الحياة؟ صلاح القلب بأمور: أولا إخلاص النية لله عز وجل، الأعمال الصالحة، واستحضار عظمة الله جل وعلا، واستحضار الافتقار إلى الله عز وجل، والإكثار من ذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمما يخشى القلوب الإكثار من ذكر الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وكذلك من أسباب حياة القلب الأكل من الحلال، ترك الأكل من الحرام، فإن الأكل من الحرام يقسي القلب ويفسد القلب أو يمرض القلب، لأن الغذاء الخبيث يؤثر على القلب وعلى البدن. وكذلك من قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يأكل من الطيبات يعني المباحات، لأن الله يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. فالتغذي بالطيبات وهي المباحات هذا يغذي القلوب تغذية طيبة، تغذي بالخبائث يغذي القلوب تغذية خبيثة. وكذلك مما يمرض القلوب الاستماع إلى الأغاني والمعازف والمزامير التي كثرت في هذا الزمان. وكذلك مما يمرض القلوب أو يميتها العكوف على الفضائيات وعلى الإنترنت وما يبث في هذه الوسائل من الخبث والأفكار الخبيثة، الشهوات المحرمة والقبيحة، فهذا مما يمرض القلوب. وكذلك مصاحبة الأشرار ومجالسة الأشرار تفسد القلوب، كما أن مصاحبة الأخيار والعلماء وأهل الخير مما يفسد القلوب.